وفقا لدعوة خاصة من لجنة الصليب الأحمر الدولي، أجرت قناة السعيدة مقابلة حصرية مع السيد فابريسيو كاربوني مدير الشرق الأوسط والأدنى للجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف. تركزت حول جهود لجنة الصليب الأحمر في اليمن وما قدمته اللجنة من المساعدات الإنسانية والمشاريع الخدمية في اليمن. وننوه إلى أننا سنبث اللقاء الخاص كاملا عقب برنامج صدى الأسبوع. في زمن الحروب بين حدة النار والبارود وحيث تصرخ الإنسانية المذبوحة بإنسانيتها، اعتادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في زمن خلق من الرصاص آلة خضبت صفاء الأيام بالكآبة أن تكون أحد الأكف المساعدة في مسح بعض من شظى شقاء الحروب بواجب الإنسانية، ويتظهر هنا بتجلي في يمننا المفقود. هناك دائما يعني ميزان نعتمده بين توسيع نشاطاتنا للوصول إلى أكثر من هم بحاجة في اليمن، وفي نفس الوقت أن يعني نؤمن أن موظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر الذين هم موجودون في جميع أنحاء اليمن كمان مؤمنين، يكونوا آمنين ويستطيعوا أن يعملوا بشكل أوتوماتيكي وتلقائي للوصول إلى أكثر من هم بحاجة في اليمن. تسعى لجنة الصليب الأحمر أن توسع من دائرة أنشطتها في العام المقبل 2019، سواء في المجالات الإنسانية أو الخدمات المساعدة، في محاولة منها لمساعدة الناس بشكل يحفظ كرامتها أكثر بدل الاستفاف في الطوابير الطويلة والمنتظرة. نعم، بالنسبة للجنة الدولية للصليب الأحمر في عام 2019 هناك خطط للتوسع. الحاجات الإنسانية في اليمن كبيرة جدا، يعني أكثر تقريبا من 80% من المواطنين اليمنيين بحاجة إلى مساعدة، واللجنة الدولية يعني من مشاريعها أن تتوسع في مجال توزيع المواد الغذائية، في مجال أيضا دعم القطاع الصحي في اليمن ودعم قطاع المياه في اليمن أيضا. وفي مثل هذه الأوضاع الكارثية التي تحاول اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأنشطتها المساعدة أن تكون بمثابة عدة إسعاف لجرحى الحروب من المدنيين وغيرهم. أتمنى أن أطراف النزاع أن يحطوا نصب أعينهم، أن يضعوا نصب أعينهم الشعب اليمني والمدنيين اليمنيين كأولوية أولى لحمايتهم وأيضا لمساعدتهم. هذه يعني تمنياتنا، بأن يحمى الشعب اليمني، بأن دورة العنف أن تتوقف، وأن أيضا أن يتلقوا المساعدة التي يحتاجونها بشكل سريع. أشخاص يقومون بالصباح بالذهاب إلى العمل لإيصال أولادهم إلى المدارس، رأيت أشخاص يعملون جاهزين. أيضا زملائي اليمنيين في اللجنة الدولية للصليب الأحمر يأتون إلى المكتب ويشتغلون ويذهبون إلى الميدان لمد يد العون، والهدف من زيارتي هو أن أفهم اليمن ونسلك خطوات أخرى بعيدة عن عناوين الصحف. فيما يبقى كل ما نرجوه نحن في وطني أن نخرج من إطار صور الحرب التي أحيطت بنا إلى رحاب السلام، لنحظى قليلا بمستقبل يمسح بؤس الحاضر بابتسامة أمل على أطفال أطفالنا تمنحهم الحياة.